نحييكم من الشرقية نيوز، معكم دينا القصوص في منشط أحمر. لنبدأ بالعناوين: توجيهات عاجلة للكشف عن الجهات المتورطة بقصف قاعدة التاج العسكرية، قيادة العمليات المشتركة تحذر من محاولات خلط الأوراق والعبث بالأمن في العراق. محتجزو رفحاء وذوو الشهداء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق بين البصرة وبغداد احتجاجا على توقف رواتبهم. مؤشر إصابات ووفيات كورونا يتسارع في العراق، أكثر من 500 حالة وفاة ونحو 18,000 إصابة. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية والأمنية ومتابعة تطبيق المواطنين لتعليمات الوقاية. أهلا بكم. ما تزال صواريخ الكاتيوشا تمطر القواعد العسكرية والسفارات في بغداد ومدن أخرى في رسائل تحاول من خلالها الفصائل المسلحة إثبات وجودها مجددا، خصوصا في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يجري فيه العراق فيها العراق حوارا مع الولايات المتحدة من جهة، ويواجه واحدة من أكبر الأزمات المالية من جهة أخرى. كل تلك الملفات الشائكة قد تنعكس مجددا على الشارع الغاضب الذي يستعده للخروج مجددا، ما يزيد من تعقيد المشهد بشكل أكبر. نتابع التقرير ونعود لمناقشة هذا الملف. لم يكن صاروخ الكاتيوشا الذي سقط بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد والصاروخ الذي سقط فيما بعد على قاعدة التاج العسكرية شمالي بغداد حدثان عابران، بل كان رسالة موجهة إلى الحكومة العراقية والجانب الأمريكي بأن الفصائل ما تزال حاضرة بقوة وإن لها رأي فيما يجري. قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيانا شديد اللهجة، قالت إن هناك جهة تحاول خلط الأوراق والعبث بالأمن وتهديد القوات الأمنية من خلال استهداف معسكراتها. وذكرت قيادة العمليات في بيان إن هذه الجهات أقدمت على إطلاق صاروخين على معسكر التاجي في رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه، خصوصا خلال هذه المرحلة، مؤكدة أنها تعمل على الكشف عن هذه الجهات وفقا لتوجيه عاجل للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عن هذه الجهات التي رغم التحذيرات المكررة لها فإنها تسعى لإيضاحها في العراق. وشكلت تلك الفصائل حالة معقدة في المشهد الأمني والسياسي العراقي، وبدأت تأخذ حيزا كبيرا في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم داعش، وذلك بفعل انتشار مسرح عملياتها في العديد من الجبهات والساحات داخل العراق وخارجه. وعلى الرغم من وجودها وتأثيرها قبل هذا التاريخ، فإن الأسئلة العديدة التي بدأت تطرح بعد نهاية تهديدات تنظيم داعش في العراق وضرورة حلها أو دمجها في المؤسسة الأمنية العراقية جعلها تطرح نفسها ضمن استراتيجية إقليمية تقودها إيران في الشرق الأوسط. ورغم المحاولات الخجولة التي بذلتها الحكومات السابقة في كبح جماحها عن التدخل في العديد من الشؤون الإقليمية، فإنها فشلت في احتوائها أو التعامل معها. إذا لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والصحفي الأستاذ باسم الشيخ، أهلا بك معنا. كما نرحب بضيوفنا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، أهلا بك. كما نرحب أيضا بالباحث والخبير الاستراتيجي السيد سرمد البياتي. نبدأ معك أستاذ الشيخ، هل نستطيع أن نقول أن الكاظمي بدأ في أول مواجهة مباشرة مع السلاح المنفلت والفصائل الخارج عن سيطرة الدولة؟ تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم. بالتأكيد هذه هي الخطوات الأولى التي قد تضع الكاظمي في اختبار الصدقية والجدية في تعهداته بحصر السلاح بيد الدولة وإعلاء شأن هيبة الدولة من ضمن العمل المؤسساتي. هذه الفصائل التي تحاول أن تخلط الأوراق أو تحاول أن
تشكل ورقة ضغط على الحكومة من جانب، ومن جانب آخر الإساءة للحوار الناعم الذي يجري الآن ما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، لأنها ترى في هذا الحوار استهداف لوجودها. هي تعتقد بأن هذا الحوار لن يفضي إلى إخراج القوات الأمريكية، وبالتالي هي تستمر في الفعل العسكري على اعتبار أنها قادرة أن تصل بأذرعها، سواء القصف الصاروخي أو سواها من الفعاليات العسكرية، أن تصل لأبعد نقطة تتواجد فيها القوات الأمريكية. هذه الوعود، وعود التحقيقات وكشف الجهات التي تقف وراء هذه العمليات، عمليات إطلاق الصواريخ، سمعناها أكثر من مرة، سمعناها في حكومة السيد العبادي، وتكررت أيضا اللجان التحقيقية في حكومة السيد عادل عبد المهدي، لكنها لم تفضي إلى نتائج حقيقية، ولم تشر بشكل مباشر إلى الجهات التي تقف وراء هذه العمليات، مما يعني أن الفاعل السياسي والحراك السياسي هو الذي يمكن أن يعني يشتغل على تسويات ممكن أن تحيد هذه الفصائل لحين إنجاز الحوار الاستراتيجي ما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، لأن إذا ما استمرت هذه الفصائل بفعلها ستؤثر بشكل كبير على مجريات الحوار، وستتسبب بخسارة العراق لأوراق ضاغطة ولمصدر قوة ممكن أن يتفاعل أثناء الحوار، لا سيما وأن القوات الأمريكية وفي حوارها الإدارة الأمريكية اشترطت على الحكومة العراقية أن تحمي عديد قواتها الموجود الذي ستفضي إليه الاتفاقية المتوقعة أو المزمعة في القريب العاجل. يعني من كلامك يبدو أن الكاظم بدأ تلك المواجهة في الوقت المناسب عقب هذا الحوار الذي وصفته بالهادئ ما بين الحكومة العراقية وواشنطن. سيد البياتي، هل تعتقد أن خلفية الكاظم المخابراتية قد تسمح له بمواجهة هذه الفصائل، خاصة أنه يعني يعرف الانتماءات وال الخلفيات لهذه الفصائل؟ بالتأكيد، وأنا يعني أؤكد هذا الموضوع يعني عن علم ودراية، وربما ليس الكاظمي فقط، إنما العديد من أجهزة الدولة الاستخبارية لديها قد تكون معلومات كافية ووافية عن من يطلق هذه الصواريخ. الأعداد منذ بداية 2020 لحد الآن الاعتداءات كثيرة، وبيان قيادة العمليات المشتركة يوم أمس كان بيان مختلف اللهجة، لأنهم ذكروا بأن من يطلق صواريخ لا يريد الخير للعراق وأهله. المشكلة ليست في معرفة من يقوم بهذا الإطلاق، إطلاق الصواريخ، المشكلة في من يستطع أن يواجه من يطلق هذه الصواريخ. هذه المشكلة هي ربما تكون المشكلة الأساس في هذا الموضوع. الموضوع يراد بالبداية تفاهمات، خلينا نكون يعني نتكلم بواقع الشارع العراقي، يراد بالبداية تفاهمات مع من يعرفهم الدولة، الدولة اللي تعرف الفصائل اللي تطلق هذه الصواريخ، بالبداية خلي تفاهمات، هذه نصيحتي. بعد ذلك ربما سيكون اتجاه آخر في هذا الموضوع. أما بالوقت الحاضر فأنا لا أفضل الاصطدام في ظل هذه الظروف، في ظل ظروف العراق كلها هي ظروف متعبة حقيقة، سواء الصحية، الاقتصادية، السياسية، فلا نتحمل مواجهات عسكرية، يكفينا مواجهات داعش، ويكفينا ما حصل فجر اليوم، ويكفينا الكثير من التعرضات على المناطق الكثيرة والكبيرة. لذلك أنا لا أرى أنه في الوقت الحاضر يجب الاصطدام بهذه الفصائل، لكن يجب تنبيهها وتحذيرها من عدم إعادة الكرة. الأمريكان طلبوا طلب واضح وهو حماية مقراتهم. الأمريكان أو قوات التحالف انسحبوا من مقراتهم العديدة بسبب عدم قدرة القطاعات العراقية تأمين حمايتهم. الآن العراق من خلال هذا الحوار بداية تعهد بحماية المقرات، تواجد قوات التحالف والقوات الأمريكية حصلا تقريبا تعهد ربما سيكون رسمي بالمستقبل. هذا يرتب على العراق تبعات كبيرة، وأكيد السيد الكاظمي 4 سنين هو على رئاسة جهاز المخابرات، أكيد لديه معلومات كافية وافية عن هذا الموضوع، لكن قد يكون الموضوع سياسي
وقد يكون الموضوع به أذرع خارجية، فلذلك يجب التصرف بهدوء ولفترة قليلة، ثم إذا أراد التصعيد ورأى بأنه يجب أن يكون هنالك تصعيد، هذا القرار سيكون قرار دولة أكيد وليس قرار جهات معينة. لنأخذ رأي الدكتور إحسان الشمري، ما رأيك بما جاء به السيد البياتي أنه ليس من الصحيح اليوم أو في هذه الفترة مواجهة الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة والسلاح المنفلت واللجوء إلى التهدئة إلى فترة معينة، كيف ترد على ذلك؟ شكرا لكم على الاستضافة، تحياتي لك سيدتي لضيفيك ومشاهدي قناتكم الكرام. أي سلاح خارج إطار الدولة من وجهة نظري تأجيل المواجهة معه سيفاقم من الأزمة السياسية وبقية مستويات الحياة. نحن هنا لا نتحدث عن سلاح داخل إطار الدولة يمكن أعطائه وقت من الزمن لموضوعة الحوار، بقدر ما نتحدث عن سلاح لا يراعي الحدود الدنيا من الثوابت والدستور والقانون العراقي وحتى هيبة الدولة. ولذلك لا بد للحكومة أن تشرع سريعا في قضية الوصول إلى هذا السلاح ومن ثم تقويضه بشكل كبير جدا. الحوار مع القوى الرديفة للدولة أتصور بأنه يؤسس لمفهوم خاطئ، وبالتالي يعطي لهذه الكيانات الخارجة عن الدولة شرعية في طبيعة الاستهدافات وطبيعة العمليات. لذلك الدولة برمتها هنا، لا أتحدث فقط عن السيد الكاظمي بوصفه رئيسا للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة، وإنما نتحدث عن الدولة بكل تفاصيلها، سلطاتها، مؤسساتها، عليها أن تتوجه واحدة من بل الركن الأساس الذي دفع باتجاه إرباك الأوضاع وخلق الفوضى هو هذا السلاح المنفلت بالتحديد وخارج مظلة الدولة، ومن ثم أثر بشكل كبير جدا على جانب الاقتصادي، جانب الأمني، بل حتى أن صورة العراق الخارجية تعرضت للاهتزاز بشكل كبير جدا. مع ذلك أتصور بأن السيد الكاظمي يجب أن يضع خارطة الطريق لحوارات معمقة من أجل خلق هذه البيئة التي نتحدث عنها الرافضة لهذا السلاح المنفلت، وبالتالي يستطيع عقد تفاهمات وداعمة للدولة. سبق وأن اتجهت حكومة عادل عبد المهدي بهذا الأساس، رغم أن كثير من حلفائها كانوا يمثلون إلى حد كبير طريق للوصول إلى تفاهمات، لكنها فشلت في ذلك. الآن أتصور بأن الأوضاع تغيرت ومعادلة السلطة اختلفت بشكل كبير. العراق الآن ينظر له على إمكانية أن يعود إلى مساحة التوازن وبناء صورة خارجية جديدة. العراق المنهار اقتصاديا لا يمكن أن يتعافى من أزماته المالية، أزماته الاقتصادية، التجارية، الصناعية، إلا من خلال كبح جماح هذا السلاح المنفلت. لذلك لابد أن تتضافر جميع الجهود لعزل هذا السلاح وبالتالي تطبيق الدستور والقانون على هذا السلاح. ما جاء به دكتور إحسان سيد باسم يعني هو مهم، يقول أن الكاظمي عليه أن يضع خارطة الطريق لخلق بيئة لضبط هذا السلاح المنفلت ويكون في مواجهة هادئة مع الفصائل، ولكن هل إذا ما تمت يعني هذه خارطة أو مسار جديد مع الفصائل، هل تعتقد أن هذه المواجهة قد تقود الكاظمي إلى مواجهة أخرى مع الكتل السياسية؟ يعني السيد الكاظمي رجل مدني بقلب عسكري على اعتبار هو شخصية مدنية أدار جهاز أمني، بالتالي يستطيع أن يستفيد من المزاوجة ما بين هاتين الخاصيتين للخروج بأداء ليحتوي هذه الفصائل بشكل أو بآخر. هو يدرك جيدا أن أي صدام الآن مع هذه الفصائل لن يصب في صالح الاستقرار، لكنه أيضا يدرك بأنه يحتاج إلى
اختبار حقيقي لفرض هيبة الدولة مع من يتجاوز عليها. كيف سيقوم بهذا التوازن؟ يعني سكوت الدولة المتكرر والمتواصل عن التجاوزات المستمرة والخروقات لبعض الفصائل باستخدام السلاح خارج إطار الدولة جعل منها تقليد وجعل منها شيء متعارف بين القوى السياسية، حتى لم يعد غريبا إذا ما قلنا أن هنالك قصف صاروخي على هذه المنطقة، استهداف قوات أمريكية أو استهداف أي قوات أخرى. أعتقد هو يحتاج الآن مثل ما تفضل الدكتور إحسان لتفاهمات سياسية ينطلق منها لحلحلة الموضوع. إذا ما بقيت بعض الفصائل التي ترى بأنها تمتلك العلوية والسطوة وبأنها تستطيع أن تطال أي قوة أجنبية في العراق، إذا ما بقيت وأصرت على هذا النهج بالتأكيد ستتسبب بمشاكل كبيرة للسيد الكاظمي وللعملية السياسية برمته. تحييد الدولة على أن تشتغل لكبح جماح هذه الفصائل وتحييدها على الأقل ضمن فترة الحوار الاستراتيجي. نحن الآن دخلنا في حوار مع جهة يفترض بأنها ستجلي قواتها ضمن اتفاقية، من الذي يبقى من الذي يذهب، بعد هذه المخرجات ممكن أن يكون الأمر بشكل آخر. تحييد هذه الفصائل وتحييد هذا السلاح في هذه الفترة على الأقل لحين إنجاز الحوار الاستراتيجي سيصب في مصلحة الجهات التي تطالب بإخراج القوات الأجنبية، سيصب في مصلحة الحكومة العراقية، ويصب أيضا في مصلحة الاستقرار وصولا إلى الحصول على مكتسبات مهمة من هذا الحوار. الحوار الذي سنذهب به لعقد اتفاقيات مستقبلية قد تكون أكبر وأوسع من اتفاقية الإطار التي تتضمن كثير من الميادين، لا سيما وأن العراق في هذه الفترة يحتاج إلى شركاء اقتصاديين، شركاء أمنيين، شركاء سياسيين. العالم الآن تغير بطريقة سريعة. التخلي عن الشركاء على حسب ما نؤمن به من معتقدات خارج الإطار السياسي ممكن أن يتسبب بمشاكل كبيرة. يعني لا يمكن العراق أن يتخلى عن شركائه وعن أي دعم خارجي، لأنه يريد أن يخرج العراق إلى بر الأمان في ظل هذه الأزمات الاقتصادية سياسية صحية يواجهها. دكتور إحسان، هل تعتقد أن تمتد أو هل تمتد محاولات الكاظمي لضبط السلاح المنفلت إلى داخل مؤسسة الحشد الشعبي التي هناك من يقول أنه أيضا قد تضم عناصر غير منضبطة؟ زيارة الكاظمي إلى هيئة الحشد الشعبي رغم أنها تأتي في إطار البروتوكول كونه القائد العام للقوات المسلحة، لكن اللافت في هذه الزيارة أنه استطاع ونجح في جمع ألوية العتبات التابعة إلى السيد السيستاني وأيضا الفصائل المسلحة الأخرى في وقت الكل كان يتوقع أن يكون هناك انقسام، وبالتالي ذهاب ألوية الحشد التابعة للسيد السيستاني إلى وزارة الدفاع. فيما يبدو بأن أعود مرة أخرى، هذه الزيارة رغم أنها بروتوكولية لكن تحمل في طياتها أكثر من رسالة بأن من يتواجد خارج إطار هذه الهيئة الرسمية فبالتالي هو سلاح خارج إطار الدولة، ولذلك سيعمل من خلال التعليمات التي أصدرها بالتحديد إلى رئاسة الهيئة، وعلى أساسها تم إعادة هيكلة الحشد الشعبي وفق القوانين وموائمة الهيكلية للحشد الشعبي مع القوانين العسكرية. هذا سيتيح إلى حد كبير عمليات فرز للفصائل التي لا تنتمي إلى هذه الهيئة، بالإضافة إلى ذلك سيضع في حساباته يعني حجم من يتواجد على مستوى كسلاح يعني خارج إطار الدولة، وبالتالي يمتلك استراتيجية وفكرة اتجاه هذا السلاح كيف سيتعاطى معه، مثل ما أشرت في بداية الحديث من خلال بيئة سياسية أو حتى على أساس المواجهة الهادئة. لذلك الأمر من وجهة نظري لا يرتبط فقط على مستوى الأمن الداخلي و
قضية الاستقرار السياسي بقدر ما أن الأمر مرتبط خارجيا. الولايات المتحدة الأمريكية التي دفعت من خلال المنصة الأولى للحوار هي تركز كثيرا على موضوع حماية المصالح الأمريكية، فيما يبدو بأن منصة الحوار الأولى لم تكن مقبولة على أقل تقدير لهذا السلاح، وبالتالي يعطي مؤشر لنا بأن عملية الاستهدافات إذا ما كان هناك تواجد أمريكي محدود يعني وفق ضرورات العراق ستستمر عملية الاستهدافات، ولذلك عليه الكاظمي هنا تحدث عليه أن يعمل على هذا الفرز الذي نتحدث عنه، حين ذاك يمكن أن ينطلق باتجاه كيفية التعاطي، ما هي المقاربات التي سيقدمها الكاظمي للتعاطي مع هذه الجماعات. هيبة الدولة بالنهاية تفرض التصادم، يعني علينا أن نتحدث بصراحة، هذا السلاح إذا لم يعود إلى الدولة فبالتالي هيبة الدولة وأمن الدولة العراقية يحتم. هنا لا تحدث فقط عن حكومة السيد الكاظمي وإنما تحدث على مستوى الحكومات على مستوى الدولة بشكل كامل، يحتم في النهاية استهداف هذا السلاح المنفلت الذي لا يراعي قوانين الدولة العراقية. سيد البيات، يعني انطلاقا من ما قاله الدكتور إحسان الشمري، هل تعتقد أن هذه الفصائل ربما تفكر بأن الحوار الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة والعراق قد يكون مقدمة لإنهاء وجودها في العراق؟ يعني أكيد قد يكون هذا التفكير موجود، لكن أكيد أيضا بأنهم لديهم قوة كافية. حقيقة احنا نتكلم على وقائع حقيقية، لديهم دعم كافي، الدولة أيضا معترفة بقانون لهيئة الحج الشعبي، لكن ليس كل منضوين تحت هذا القانون، هنالك دعم خارجي يصلهم، إذا أيضا هم قوة كبيرة لا يستهان بها. لذلك كان ذكرت بداية تعليق. نتحدث سيد بياتي، نحن نتحدث للتوضيح، نتحدث عن الفصائل المسلحة خارج نطاق الدولة، ما لديهم سلاح منفلت خارج نطاق الدولة، وليس حديثنا عن الحشد الشعبي. ممتاز، خلينا افضل انه نفصل هذا الموضوع. الفصائل خارج منظومة الحشد حقيقة من الصعب جدا ان يمتثلوا لأوامر الدولة، وهذا الكلام واضح، متواجدين في قواطع مهمة جدا، ويجب أن بداية ذكرت يجب أن تجلس الحكومة معهم على طاولة واحدة لمعرفة ماذا يريدون من هذا الوضع كله. هم على تقاطع دائم وتقاطع كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، هم يرفضون أي تفاهم، هم يقولون إذا حدثت هنالك تقارب أو قواعد استمرت هذه القواعد ممكن أن ندخل بها في صراع، وأكيد هم الكل يعرف الدعم الخاص بهم. لكن هذا يعني الموضوع حقيقة يسحبنا إلى موضوع آخر، هو موضوع التصدي لهذه الفصائل. هذه الفصائل أيضا شاركت في قتال داعش وشاركت بقوة كبيرة، لكن يعني للأسف أنه هم استقروا في مناطق معينة، مدى يتواصلون ليوصلون إلى خطوط تواصل مع الحكومة بصورة مع الدولة بصورة صحيحة. هذه مشكلة حقيقة، مشكلة كبيرة. يعني أنا أفضل لو الأخوة يسمعونا يجلسون ويا الحكومة يشوفون شنو المطلوب منهم وشنو اللي عليهم المفروض عليهم، وبعد ذلك توضع نقاط رئيسية أما يدخلون في المؤسسات الأمنية. يعني سؤالي طيب سيد البيات، يعني هو سؤال يطرح نفسه، لماذا من الصعب أن تمتثل هذه الفصائل لأوامر الدولة؟ هل الخلاف سياسي باعتقادك، خلاف أيديولوجي، أم الخلاف بالخلاف الشرعي لولاء هذه الفصائل؟ لا، احنا خلينا نكون واضحين، اختلافهم قد يكون عقائدي بدرجة كبيرة، يعني هم مؤمنين بشيء معين
مؤمنين بمرجعية معينة ولديهم عقيدة واضحة الناس. فالاختلاف أنا أراه بأنه قد يكون اختلاف في عقيدة قتال الأمريكان أو دواعش، يختلفون عن بقية فصائل الحشد الشعبي. حقيقة الكل يعرف بأنهم لديهم ارتباطات قوية جدا مع إيران، وإيران تدعمهم في هذا الموضوع، وأيضا تدعمهم بأسلحة يعني بعيدة المدى، وتجهيزهم ممتاز جدا. لذلك أنا أفضل أن تقوم الدولة بكسب هذه الفصائل. وبالمناسبة إذا تدعو يعني سيد البياتي، أنت من خلال كلامك تدعو إلى الحوار معهم، وبهذا يكون الحوار مستحيل يا سيد باسم. يعني هل تعتقد هل سيستعين الكاظمي بالمرجعية الدينية في سعيه لضبط السلاح المنفلت؟ يعني أعتقد أن الألوية المرجعية التي خرجت من هيئة الحشد وعادت إليها، هذه ممكن أن تكون أو تلتزم بما يأتي أو ما يصدر عن المرجعية من توجيهات في هذا السياق. خلينا نكون أيضا واضحين مثل ما تفضل أستاذ سرمد، جميع الفصائل ومنها العقائدية والولائية والتي تستهدف القوات الأمريكية هي فصائل مسجلة رسميا في هيئة الحشد الشعبي. يعني احنا ما عندنا فصائل خارج هيئة الحشد الشعبي ويشار لها وواضحة وتستخدم السلاح ضد الوجود الأمريكي أو الوجود الأجنبي. أغلب هذه الفصائل هي مسجلة في هيئة الحشد الشعبي وتأخذ رواتبها من هيئة الحشد الشعبي وتسليحها أيضا من هيئة، لأن هيئة الحشد الشعبي في التوصيف الدستوري والقانوني الذي أسست بموجبه هي هيئة عسكرية. لكن المشكلة للآن التراخي في تنفيذ الأوامر الإدارية الديوانية من الحكومة التي صدرت في حكومة السيد عادل عبد المهدي والتي صدرت في حكومة السيد مصطفى الكاظمي، التراخي في تنفيذ هذه الأوامر وتصويب وضع هيئة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحتها ابتداء من نزع الصبغة السياسية عن كثير من هذه الفصائل والفصل ما بينه هو سياسي وما بينه عسكري، هذا الذي يجعل الآن بعض الفصائل تشتغل على وفق ما تؤمن به من أيديولوجية سياسية أو عقيدة ولائية تابعة لها. ولكن الحوار مع الفصائل المسلحة في العراق، يعني كما أشار إليه السيد سرمد البياتي، يعني أليس هو ضمنيا أنهم سيستمرون في العراق وسط أن الحكومة تنادي من البداية بضبط السلاح المنفلت وضبط السلاح من هو خارج عن الدولة؟ يعني أنا أفترض أن إذا دعونا للحوار فيجب أن الحكومة تحاور نفسها، لأن هيئة الحشد الشعبي هي هيئة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة والذي هو رئيس الحكومة العراقية، رئيس مجلس الوزراء. أعتقد أن الأمور لا تحل بهذا الشكل. الحوار بين جهتين منفصلتين لا ترتبطهما لا مرجعية سياسية ولا مرجعية حكومية ولا مرجعية تشريعية، لكن ما يجب أن يحدث أن تنفذ هذه الأوامر الديوانية التي فيها فصل في المسميات وفي التسليح وفي الهيكلة وفي تنظيم العلاقة ما بين الفصائل والمنتمية للهيئة وما بين نعم. الحكومة حتى ننجز ونصل للهدف الحقيقي. سيد دكتور إحسان، هل يستطيع الكاظمي أن ينهي الارتباط السياسي لفصائل الحشد بكتلهم السياسية؟ هو يمتلك القاعدة القانونية وأيضا الإرادة السياسية وحتى التأييد الشعبي وحتى الدعم المرجعي وأيضا رغبة هيئة الحشد الشعبي ذاتها بالتحديد فيما يرتبط بعملية إنهاء هذا الرابط السياسي. لكن الأمر لا يتوقف فقط عند هذه المحفزات للسيد الكاظمي، الأمر متوقف على الأجنحة السياسية لهذه الفصائل المسلحة. هل تؤمن بفك الارتباط ما بين
ما بينها وما بين جناحها العسكري جزء من الصراع في الداخل العراقي. هو هنا تحدث عن الصراع السياسي، لا تحدث عن الصراع بين الحكومة وما بين الأطراف الأخرى. جزء من المشهد الصراع السياسي الذي يدور ما بين القوى هو أن يستخدم أو تستخدم هذه الأجنحة العسكرية في بعض الأحيان إذا ما كان هناك استهداف لموازين القوى. ولذلك الأمر لا يتوقف مرة أخرى أقول على رغبة ومحفزات ودوافع السيد الكاظمي بقدر ما أنه مرتبط بالأجنحة السياسية لهذه الفصائل. وبالتالي الأمر لا يكون فقط بموضوعة إصدار الأوامر مثل ما أشار الأستاذ باسم، بقدر ما أن الموضوع هو يرتبط بالرغبة بالانخراط في مؤسسات الدولة. مع ذلك أتصور بأنه يمتلك هذه القاعدة للانطلاق بعملية الفرز وفك الارتباط، لكن الأمر طويل وبحاجة إلى تفاهمات مع هذه الأجنحة السياسية، وأيضا فيما يرتبط بتغيير ذلك الاعتقاد لهذه الأجنحة العسكرية وعملية تحويل ولائها بشكل كامل إلى الدولة العراقية. كيف تفسر إذن موقف إيران الذي يتجه نحو التهدئة، وهل يمكن أن ينعكس ذلك على سلوك الفصائل في العراق؟ يعني قياسا منذ شهر تشرين الأول أكتوبر 2019 كانت هناك هجمات بالعشرات على المصالح الأمريكية. أنت أشرت سيدتي إلى موضوعة التهدئة. نعم. أتصور بأن العزلة التي تعانيها إيران بالإضافة إلى العقوبات ورغبتها حتى وإن لم تكن ظاهرة، وأيضا رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالجلوس إلى منصة حوار لغرض التفاهمات، سينعكس بشكل إيجابي كبير جدا أولا على نشاط هذه الفصائل المسلحة، والأمر الثاني على موضوعة عدم تحويل العراق إلى أرض احتكاك أو اشتباك، والأمر الثالث سيساعد الكاظمي نحو جدولة هذه الفصائل. هنا نتحدث عن الفصائل خارج إطار الدولة، جدولتها ومن ثم إمكانية ضمها أو حتى الوصول إلى نوع من المقاربة في قضية تواجدها على مستوى الداخل العراقي. لذلك جزء من محفزات هذه الفصائل هي جاءت محفزات الاستهداف للمصالح الغربية، هو نتيجة الصراع المستمر ما بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى. إذا ما كان هناك مشروع لاتفاق أو منصة اتفاق جديد أو تفاهمات جديدة فيما يرتبط برفع العقوبات عن إيران، وأيضا الجلوس إلى منصة حوار لتفاهمات لاتفاق نووي أو فيما يرتبط بالأسلحة والصواريخ البالستية، أتصور سيكون هناك تراجع لنشاط هذه الفصائل المسلحة في الداخل العراقي. يعني أسأل السيد البياتي من حيث انتهى الدكتور إحسان، يعني هل هناك أي صفقة سرية كما وصفها مراقبون، أو أي يعني منصة لاتفاق جديد كما وصفها الدكتور إحسان ما بين واشنطن وطهران بتنازل الفصائل لنفوذها لإيران مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية التي عرقلت الاقتصاد الإيراني؟ قد يكون من جهز هذه الفصائل بالسلاح قد يكون الوحيد القادر بدون مفاوضات على سحب السلاح من الفصائل اللي نتكلم عليها. لكنه حقيقة هنالك كان زيارات إيرانية قبل بدء الحوار، ويقال عن زيارة سرية إلى قاآني، احنا ما تكلمنا بهذا الموضوع لأن لم يعلن بصورة رسمية. لذلك أكيد ستكون هنالك خطوط تواصل. الآن إيران تمر بظروف صعبة جدا، ليست أفضل حالة من العراق، والبلدين يسيران نحو مشاكل كبيرة ربما قد تكون الصحة أولها بالوقت الحاضر، وهذا الوباء والاقتصاد وأسعار النفط. لذلك لا يستبعد هذا الموضوع كثيرا، وربما المحاور العراقي
قد وضع في حساباته مثل هذا الموضوع. لكن لو تكلمنا عن العراق يعني، وهذه الموضوع أتمنى أنه قد يكون أخذ نص دقيقة. نحن الآن في العراق، يجب في حكومة العراق يجب أن نستغل كل هذه الظروف اللي تدمر بها حولنا. حقيقة الكل يريد أن يمني النفس بالدخول إلى العراق من خلال شركات استثمار، سواء السعودية أو تركيا أو إيران أو أمريكا. الكل تريد ذلك، الكل تريد هذه الثروات الهائلة اللي نمتلكها أسفل الأرض وفوق الأرض وحتى في السماء، اللي هي المراقد المقدسة والسياحة. لذلك يجب على المفاوض العراقي وعلى المحاور العراقي وفي كل مجالات أن يضع مصلحة العراقيين فوق كل شيء. الآن نحن في فترة مهمة، وثقي لو كان هنالك فكر صحيح ومحب للعراق لكان جنينا ثمار هذه التداخلات السياسية، لكنا جنينا ثمارها فورا، سواء من الدول المحيطة أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه يحتاج لنا محاور يضع العراق، وأتمنى ذلك، يضع العراق فقط أمام عينه. لذلك قد تكون إيران نعم فتحت خط من خلال العراقيين من أجل أن يمدون فد أسلوب تقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهم أطلقوا أحد المعتقلين السجناء الموجودين يمهم. كذلك ذكروا عن موضوع الجاسوس اللي راح يتم إعدامه. يعني خطوات إيران جيدة في هذا الموضوع، لكن نتمنى أنه إحنا نستغل هاي الخطوات، ونستغل خطوات باتجاه السعودية وقطر والكويت، وزيارة الوزير الكويتي اليوم مهمة جدا، نستغلها في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. احنا يحتاج لنا انفتاح على العالم، يحتاج لنا تسليح على مستوى عالي، يحتاج لنا معدات فنية إلكترونية دقيقة على مستوى عالي جدا، من أجل أن نسيطر على يعني سيد البيات، هو الانفتاح على الانفتاح على الآخر هو بحاجة إلى يعني لملمة البيت الداخلي للعراق بداية، حتى إن ترتب البيت الداخلي ننطلق به إلى الخارج. سيد باسم ذكر جملة في غاية الأهمية أريد أن أخذ رأيك بها، وهي من جهز الفصائل بسلاح قادر على سحب السلاح، ماذا نفهم من ذلك؟ لا بالتأكيد يعني هذا واضح جدا، وفي بداية الحديث أيضا تم ذكره أنه هذه الفصائل التي يعني تناسب العداء للقوات الأجنبية هي بالنتيجة فصائل ولائية تدين بالعقيدة والولاء إلى القيادات الإيرانية، سواء المذهبية أو سواها، وهي تأخذ أوامرها بشكل مباشر من هذه القيادات، وتمول أيضا على المدى السنوات السابقة وربما التدريب وحتى التسليح. بالتالي القيادات الإيرانية، إيران لها دالة ولها سطوة على هذه الفصائل، ممكن أن يعني تدعوها للتهدئة، تدعوها لسحب السلاح، تدعوها للحياد إذا ما اقتضى الأمر ذلك. يعني إذا أرادت إيران ذلك فالفصائل المسلحة وأعتقد أن ذلك هو أقصر الطرق. إذا أردنا أن نحيد السلاح المنفلت الذي يشتغل خارج إطار المؤسسات الدولة، على الحكومة العراقية أن تتفاهم بشكل مباشر مع إيران. كم ستقدم لها من منفعة من خلال الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة؟ ما هو دور الحكومة العراقية في تحقيق مكاسب والتخفيف عن إيران من خلال العقوبات المفروضة عليها، العقوبات الأمريكية؟ ما هو مدى الحجم التبادل الاقتصادي والتجاري؟ هناك سيادة عراقية، هناك هيبة الدولة، ما تأثيرها على هذه الفصائل في الحد من السلاح المنفلت؟ ما الأطر العراقية الخاصة التي يعني تريد أن يكون من خلالها السلاح خارج إطار الدولة؟ يعني بصراحة تامة فشلت هيبة الدولة طوال السنوات السابقة بأن تفرض إرادتها ونفسها على من يشتغل خارج إطار المؤسسات الحكومية، والتجربة واضحة ودليل. حتى لا نبدو نحن أننا متفائلين ونشتغل على أحلام غير واقعية، هيبة الدولة الآن في ظل دولة هشة وغير قوية لا يمكن استعادتها إلا من خلال قنوات ومسارب أخرى، اللجوء إلى تفاوضات، اللجوء إلى اتفاقات خارجية مع الجهات الداعمة. مشكلتنا في العراق أن كثير من
رؤوس العملية السياسية وكثير من رؤوس الفصائل المسلحة مرتبطة بشكل مباشر في الخارج. ولكن لكي ما يقوم به الكاظمي اليوم هو تحقيقا لهيبة الدولة، تحقيقا لسيادة الدولة. من يقوم به، ما يقوم به من إجراءات، ليس هناك رئيس حكومة يعني قام بها، وعود يريد أن ينفذها مع إعطائه الوقت، ولكن بحاجة إلى دعم سياسي. يعني لا ننكر بأن نية السيد الكاظمي فرض هيبة الدولة، ولا ننكر بأن السيد الكاظمي يحاول جهد الإمكان أن يحقق ما تعهد به بالمنهاج الحكومي وما يراه مناسبا، لأنه يدرك بأن الدولة بدون هيبة والمؤسسات الدولة تحت ظل الانفلات لا يمكن أن تعينه على تنفيذ برنامج الحكومي، ولا يمكن أن تعينه للتقدم خطوات إلى الأمام وإنقاذ الوضع العراقي المتردي مما هو فيه. نعم، نية السيد الكاظمي واضحة، خطواته راكزة ومحاولاته جادة أيضا، لكن إلى أي مدى ستساعده القوى السياسية الشريكة في أن تقف إلى جواره لغرض تنفيذ هذه الخطوات هو الذي سيحدد مدى النجاح من عدمه. يعني دكتور إحسان، ما جاء به ضيوفنا الكرام هو في غاية الخطورة. أين هي هيبة الدولة؟ أين هي سيادة الدولة في ضبط السلاح المنفلت وفي ضبط هذا السلاح الخارج عن إطار الدولة؟ خاصة أن السيد البياتي أشار أن من جهز الفصائل بسلاح قادر على سحب السلاح، وهذا ما أيد به أيضا السيد باسم الشيخ. ولكن يعني في المقابل، هل أو إلى أي حد يمكن أن تدفع الولاءات الإيرانية عند بعض الفصائل بعدم يعني اللجوء إلى أو عدم تنفيذ أوامر الحكومة بضبط السلاح من هو خارج إطار الدولة؟ يعني هو الحديث على الدولة وهيبتها يبدو أنها أصبحت جزء من حوار لم نصل به إلى نتيجة. القضية لا ترتبط فقط، يعني على المستوى العام هنا أتحدث عن قضية وجود السلاح خارج إطار الدولة. الفساد هز أركان الدولة بشكل كامل، وبالتالي دفع بفقدان هيبتها، وأيضا طبيعة الصراعات وغيرها من العوامل التي أضعفت هيبة الدولة لدى المواطن العراقي، وبالتالي انعكست على مؤسسات الدولة العراقية. السلاح الذي نتحدث عنه وقضية جدلية الولاء بالتالي هو أيضا يضر بشكل كبير جدا بمستوى وصورة الدولة، ليس فقط على مستوى الداخل العراقي. حينما نتحدث عن هيبة الدولة، نعم لها ثوابت وقناعات في الداخل العراقي فيما يرتبط بالنظر إلى هذه الدولة ومؤسساتها، لكن جزء من هذا الولاء الخارجي وطبيعة التحرك خارج الإطار المؤسساتي وخارج الضوابط سواء كانت الدستورية أو القانونية ساهمت بشكل كبير جدا على أن ينظر إلى العراق على أنه دولة هشة، وبالتالي هذا الموضوع لم يكن بصالح العراق، خصوصا إذا ما نظرنا إلى أن طبيعة التفاعل الدولي على أقل تقدير في الحكومة السابقة لم يكن بمستوى كبير جدا. لذلك هي واحدة من التحديات أمام السيد الكاظمي، هو أولا أن يعود إلى هيبة الدولة. الأمر الآخر، ها الذي نتحدث عنه من هذه الفصائل، مستوى الولاء سواء بأيا كان هذا الولاء عقائديا سياسيا أيا كان هذا الولاء، بالتالي هذه القوى التي لا تكون تحت مظلة الدولة العراقية سيدتي بالنهاية سيتناقص حجم التأييد لها. مستوى الوعي والوطني بالتحديد وصعود الهوية الوطنية في العراق، يعني خصوصا على مستوى ما بعد الحرب على تنظيم داعش وعززت من خلال الحركة الاحتجاجية وصعود الهوية الوطنية، أنا أعتقد أنه سيعمل على تحجيم
أي قوى سياسية أو فصائل مسلحة لا توالي العراق. هنا لا أتحدث عن فصائل يعني قبول بفصائل خارج إطار الدولة، لكن أتحدث بالمجمل. هذا الموضوع أيضا سيضر في قضية هيبة الدولة، ولذلك جزء يعني هنا أتحدث قد تكون جزء من مساعي السيد الكاظمي لا ترتبط فقط بموضوعة الحوار مع الأجنحة السياسية لهذه الفصائل، وإنما قد تكون لديه خطة أبعد من ذلك، هو الحوار مع من تعتقد به هذه الفصائل المسلحة بالتحديد. وهنا نتحدث يعني على اعتبار أن هناك مرجعية لهذه الفصائل مع الجانب الإيراني، وبالتالي إيران لها حساباتها، يعني حسابات المصالح الإيرانية تفوق حسابات المصالح العراقية، لكن مع ذلك هذا يجب أن لا يمنع السيد الكاظمي من الذهاب أبعد من ذلك من أجل استرداد هيبة الدولة العراقية التي لم تعد يعني تؤخذ بنظر الاعتبار داخليا وخارجيا. لذلك هو يركز على موضوع حصر السلاح وأيضا في صعود الهوية الوطنية في طبيعة الولاء للمؤسسة الأمنية العراقية. وأيضا الأمر لا يرتبط، مرة أخرى أقول سيدتي أن الأمر لا يرتبط بهذه الرغبة والإرادة والمحفزات للسيد الكاظمي، لكن يرتبط أيضا بمدى إيمان هذه الجهات التي نتحدث عنها بولائها للعراق وعدم وجود ولاءات خارجية. نعم سيد باسم، هل نستطيع أن نقول أن المفاوض العراقي نجح في النأي عن نفسه عن جميع تلك الظروف المعقدة التي يمر بها العراق والتي تحيط به من خلال الحوار مع الجانب الأمريكي؟ يعني يفترض القاعدة العامة هو أن ينأى بنفسه عن الضغوط الأخرى، لكن طبيعة الوضع العراقي والتداخلات المتشابكة في العلاقات، وعلى اعتبار أن العراق طوال السنوات السابقة كان ساحة لتصفية الحسابات والاشتغال القوى الإقليمية والدولية داخل هذه الساحة، ترتبت عليها مصالح إقليمية ومصالح دولية، هذه المصالح أيضا ارتبطت بشكل أو بآخر بالمصلحة العراقية. فالمفاوض العراقي لا يستطيع أن يذهب يعني بمعزل عن كل هذه الظروف، يجب أن يضع في تصوره يعني التبعات الدولية أو الإقليمية ويشتغل من خلالها للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب. ممكن أن يستثمر في العلاقة المرتبكة الإيرانية الأمريكية للحصول على مكاسب عراقية. الأتراك الآن تركيا من جانبها أيضا تحاول أن تضع بصمة في هذه في الحوار الاستراتيجي للحصول على بوابة اقتصادية من خلال هذا يعني من خلال هذا الحوار. لذلك أمام المفاوض العراقي فرص ثمينة كبيرة للحصول ولتحقيق منجزات حقيقية لمساعدة العراق في ظل الظروف الحالية، لكن من الذي سيكون الداعم يعني والساند لهذا الموضوع؟ هو الوضع الأمني المستقر يدعمه الوضع الاقتصادي المتفق عليه. نعم هنالك جهات تحاول أن تفرض إملاءاتها، هنالك جهات سياسية ترى عكس ذلك، لكن مع إيجاد خطاب سياسي متناغم ممكن أن يدعم المفاوض العراقي في حوار الاستراتيجي، سنجد بأن العراق حصل على مكاسب ومنافع كبيرة تغنيه عن كثير من يعني المشكلات والتداخلات والأزمات اللاحقة التي قد تتسبب بها. شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا الكاتب والصحفي الأستاذ باسم الشيخ، كما نشكر أيضا ضيوفنا الكرام الذين شاركونا في هذه الحلقة، رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، كما نشكر أيضا الباحث والخبير الاستراتيجي سرمد البياتي. وبهذا نأتي لنهاية منشأة أحمال هذا اليوم، دمتم بأمان الله.